فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. مشات كرة من نقطة الزاوية، كرة مرفوعة، المتابعة بالراس، كانت امكانية تسجيل الهدف، كرة تسدد بعيدة عن مرمى الحارس ايتو ميلينغي كوني. هذه أول كرة يوسف القديوي وشهير بالغزواني، يوسف العربي منذ الدقيقة الأولى، هنا فرصة متاحة، يلا يوسف، يوسف يجد أمامه حارس ممتاز اسمه ايتو ميلينغي كوني. لكي نرتاح جميعا، كرة مرفوعة بالراس، ممكن كان ممكن أن يكون الهدف لتاول للطور الرابع. مشت كرة صعبة 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 صعبة، الحكم يأمر يقول ضربة مرمى لم يمنح أي شيء مع يوسف العربي. مشى الكرة، يلا يلا عبد العزيز برادة، برادة كرة ممتازة جدا، كان بالإمكان أن يكون الهدف، كان بالإمكان أن يكون الهدف للمنتخب الوطني. انسلال المسؤولية أولا وأخيرا، عبد العزيز برادة، كرة مرفوعة، جول، الهدف 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 الأول للعناصر الوطني، الهدف الذي انتظرناه كثيرا يأتي عبر عصام عدو، هدف للسفر ما انتظرناه أتى من طرف العناصر الوطنية، هدف جميل جدا من كرة ثابتة، أول هدف في الدورة لعصام العدوى، رجل الارتكاز، هدف للسفر. وغوردون إيغيسوند يتابع المباراة مستغربا لما تراه عيناه في هذه المواجهة الحاسمة نحو الدور الرابع النهائي. عصام عدوى، قلتكم ماشي دا صيف، ماشي الحارس جالويتشي بوفون، ماشي هو ديناصور، هذا حارس عادي اسمه ايتو ميلينغي. نعتبر البطولة الإسبانية إشادة واسعة من طرف الجرائد الإسبانية. مشى بكورتو، للأسف كانت لمسة يد، يتعامل يوسف العربي، ضرب كورتو بعيدة عن مرمى الحارس ايتو ميلينغي. كلنا اليوم بشعار واحد، أحمد القنطري، يلا براسك، يلا يلا الكرة براسك، مازال الخطورة، يلا ضرب كورتو، مازال إمكانية تسدد. بالإمكان أن يكون الهدف، شهير بالغزواني، شهير بالغزواني يشهر. هنا عصام عدو ارتقى بشكل ممتاز جدا ليضع الكرة في مرمى المنتخب الجنوب أفريقي. عصام عدو براسو لاعب فيتوريا جيميريتش، براسو لاعب فيتوريا جيميريتش، معليش معليش، مثلا الخطورة، يلا الكرة بالراس، كان بالإمكان أن يكون الهدف الثاني عبر عصام عدو، كان بلا تعود للمنتخب الوطني من جديد. من الطرف الايمن يوسف القديوي، قديوي، يلا كرة تمرر في يد الحارس، اللاعب الاول يبحث عن اللاعب المتحرر ويوسف القديوي، فين هي ايامك في البطولة؟ امش ميمناش، كرة مرفوعة لمنتخب جنوب افريقيا، مازال الكرة صعبة، احمد القنطري، التدخل تعود لمنتخب جنوب افريقيا، ماسيليلا، كرة تسدد مازال صعبة، خروج نادي المغري، والكرة في يد حارس مرمى الوداد الرياضي النادي المغري العميد. ولا صفر صفر، كرة صعبة 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 صعبة، ما تدخلش ما تدخلش ما تدخلش ما تدخلش ما تدخلش، الكرة الأخيرة كانت صعبة لمنتخب جنوب أفريقيا. غوردون إيغيسون يحفز لاعبي منتخب جنوب أمم أفريقيا. مشات كرة عبد العزيز برادة، مبعدة من كومالو، ومع أورلاندو بيراتس عام 2006، هذه كلها ألقاب لهذا الرجل. مشات كرة للمنتخب الوطني، هذا التوصي، كرة كانت ممتازة والخطأ كان واضح لكمال الشافني، كان خطأ لكمال الشافني، كان قصدها، لازم ضبط النفس، لازم ضبط النفس. مشات كرة لجنوب أفريقيا، تجاوزت خط المرمى، تجاوزت خط المرمى وضربة مرمى للمنتخب الوطني المغربي. حذاري من فيلا، حذاري من فيلا، كمال الشافني، كمال، يوسف العربي، الله دي يوسف العربي، لكن كان مع كان مع رقم 21 سيا بونغا سانغويني، سيا بونغا سانغويني يبعد الكرة في الزاوية. عددية لمنتخب جنوب افريقيا، زيادة عددية صعبة، والحسن الحظ كانت عودة موفقة مرة أخرى لعصام عدوى. عصام عدوى لك مني ألف تحية. يوسف العربي، يوسف العربي، يلا جري يلا جري، كلنا وراك اليوم. القديوي 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 القديوي، كان بالإمكان أن يبلغ مرمى الحارس ايتو ميلينغي. اليوم تن الجولة الأولى بتفوق، هدف لصفر، كرة لمنتخب جنوب أفريقيا، ومبعدة مرة أخرى من عصام عدوى. عصام عدوى مع الهجمات المضادة، مع الكونتر اتاك، يلا يلا، لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا كان بالإمكان أن يكون الهدف، لكن بإمكان أن يكون الهدف يا كمال الشفني كامخي. هذا هو الانتصار الأول في تاريخ المواجهات. يلا صعبة 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 صعبة، وتدخل في محل المهدي بن عطية. مهدي بن عطية في المكان والزمان المناسبين، في المكان والزمان المناسبين. معركة الوصول للدور الرابع النهائي، خروج نادي المغري فسري اللي فاز بعدها باللقب. مشات كرة يوسف القديوي، يوسف القديوي الله برادة برادة برادة، ما كاينش ضربة جزاء سيدي الحكم. لا أظن أنها ضربة جزاء واضحة، الكرة الأخيرة لو ما علنتيش على ضربة جزاء مماثلة فماذا بإمكانك أن تعلن يا أيها الحكم الكامبي بكري قسما. أفريقيا ستكون مخيفة ومربحة في ذات الوقت للعناصر الوطنية. عبد العزيز برادة، الكرة تسدد في يد الحارس الجنوب أفريقي إيتو ميلينغي كوني. كرة للمنتخب الجنوب أفريقي، نينين كونغا وصلها فيلا 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 مشاب كورتو فيلا فيلا مشاب كورتو في يد الحارس نادر المياغري. نادر المياغري يغلق زاوية التسديد، فلا فلا في تنفيذ الخطأ. صعيب الكرة الأخيرة وتدخل نادر المياغري. نادر المياغري ألف برافو لك، ممتاز جدا. الكرة الأخيرة للمنتخب الجنوب أفريقي توسو فلا لعب بلاتينيوم ستار كرويا منذ سنوات كثيرة. فلا حذر من فلا حذر من فلا حذر من فلا حذر من جنوب أفريقيا، وكرة في الأخير للنادي المغربي مرت بسلام مرت بسلام. مشات كرة عبد النوني مقلقين شوية، كرة جنوب أفريقيا صعبة 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 صعبة. كان تسلل كان تسلل كان تسلل، نعم كان تسلل يا إيجيسون. النتائج تخدم مصلحة المنتخب الوطني المغربي، ما كاينش تسلل. يلا يوسف العربي يلا العربي يلا العربي يلا العربي لا يلا العربي لا يضيع فرصة أتمنى أن لا نندم عليها، أتمنى أن لا نندم عليها. من حقك أن تتفاعل بهذه الطريقة، فرصة أتمنى أن لا نندم عليها. المنتخب الوطني المغربي، كرة لمنتخب جنوب أفريقيا، كرة مرفوعة، خروج نادي المغربي. نادي المغربي في المكان المناسب هذه المرة، دائما كرة جنوب أفريقية يد الحارس نادي المغربي. والتفوق مغربي، كرة مرفوعة، ضربة مرمى للمنتخب الوطني المغربي. حارس المرمى مبيدا بيديرما، ضربة خطأ لجنوب أفريقيا، كرة مرفوعة مشات بسنتري بترات قليلة عن مرمى الحارس نادي المغربي. مرات بسلام، وهنا نادي المغربي نعم لازم أنه يسقطون عن هدف، هدف التعادل، يتركون مساحات كثيرة. حفيظي حفيظي وصل كرة من جديد، كمال كمال الشافني يسدد الكرة بعيدا عن كايزر تشيفس أبرز غياب في المنتخب الجنوب أفريقي. كرة المنتخب الجنوب أفريقيا حذر من الالتحامات في منطقة 18 متر، كرة تسدد والهدف الهدف للمنتخب الجنوب أفريقي ما لم نكن نتمناه في دقيقة 71. جنوب أفريقيا تسجل هدف التعادل. مي مالانجو رقم 19، مي مالانجو لاعب نادي إيسنبورغ السويدي، ما كانش لازم أن نعطيهم مساحة للتسديد. مالانجو كان لوحده 71 دقيقة. التعادل بين منتخبي جنوب أفريقيا والمنتخب الوطني المغربي، وبالتالي بطاقتي التأهل الآن لصالح كل من منتخبي جنوب أفريقيا ومنتخب أنغولا. سيبو فالا، كرة مرفوعة صعبة، الكرة تلعب لصالح جنوب أفريقيا في الدقائق الأخيرة. كرة بالرأس، حسن الحظ مرت بسلام على مرمى الحارس نادي المغربي. أمل رفيع فيما تبقى من دقائق المباراة. ثقتنا كبيرة فيكم، ثقتنا كبيرة فيكم لكي تعودوا في النتيجة وتسجلوا الهدف الثاني. جنوب أفريقيا كرة صعبة، جنوب أفريقيا كرة صعبة، جنوب أفريقيا كرة تمرر صعبة صعبة صعبة. مشات كرة المنتخب الوطني، يوسف العربي يوسف العربي كما قتلتينا حيينا. زكريا برقديش يلا يلا الحفيظي يلا الحفيظي الله الله ولد بلادي ولد بلادي ولد بلادي الحفيظي يسجل هدفا ثانيا نعبر به للدور الرابع النهائي. نحيا في الدقائق الأخيرة، نحيا في الدقائق الأخيرة بهدف ثاني. جوج واحد جوج واحد للدور الرابع النهائي. سنمشي سنسير جميعا، سنعبر للدور الرابع النهائي، سنظل هنا بدور باع هدفين مقابل هدف واحد.
ألف مبروك ألف مبروك يوسف العربي. كيف ما قتلتي ناحيتنا، كيف ما قتلتي ناحيتنا، وهذا الحفيظي لم يبقى إلا القليل، لم يبقى إلا القليل. هدفان مقابل هدف وحيد، هدفان مقابل هدف وحيد. دقيقة 83 83، يلا هذه الروح، هذه الروح. برقديش برقدي الذي تحلى بشخصية البطل. كرة تسدد بعيدة على مرمى الحارس نادي المهري، بعيدة على مرمى الحارس. 85 دقيقة، 100% أسود هذا المرة، 100% كنا كنقلبوا على نسبة 100% وحصلنا عليها. قيل القليل القليل في جنوب إفريقيا، حذاري من جنوب إفريقيا، حذاري من جنوب إفريقيا. وهدف التعادل، هدف التعادل للمنتخب الجنوب إفريقي. النتيجة هدفين لهدفين، ومنتخب جنوب إفريقيا متأهل مع المنتخب الوطني المغربي. لازال المنتخب الوطني متأهل للدور الرابع النهائي، بما أن منتخب الرأس الأخضر متعادل مع أنغولا بهدف لهدف. سيابونغا سانغويني يسجل ثاني هدف في البطولة. دقيقة 88 في بور إليزابيث، دقيقة 88 في بور إليزابيث. نتيجة 1-1، وعدنا 2-2. المنتخب الوطني ما زال متأهلا للدور المقبل من كاس أمم إفريقيا. عايض الأخطاء الدفاعية كنا في غنى عنها. الهدف الثالثا لكي يسجل هدفا ثالثا شاكير في منطقة الجزاء. كرة بالرأس، مباراة ما زال في بور إليزابيث. 1-1 من الطرف الأيمن، كرة مرفوعة، يلا ما زال يمكن يوسف العربي من الطرف الأيسر للعناصر الوطنية. يوسف العربي، كرة تمرر، مثلا الخطر. عبد الإله حافظي يقاتل، وهنا تأهل المنتخب الجنوب إفريقي للدور الرابع النهائي من كأس أمم إفريقيا رفقة منتخب الرأس الأخضر.